للحصول على مكافآت من مجمع بريميوم في ألتيما باستخدام منتج ديفيو، يتعين عليك سحب توكنات بريميوم سبليت إلى محفظتك في تطبيق سمارت وولت. لا تنسى تحديث محفظتك إلى الإصدار الأخير وتفعيل المحفظة لإجراء المعاملات باستخدام توكنات سبليت. للتفعيل ما عليك سوى تحويل سمارت واحد إلى محفظتك. يرجى أيضا الانتباه إلى أنه لسحب التوكنات ستكون المصادقة الثنائية مطلوبة. حسنا، لسحب توكنات سبليت افتح لوحة التحكم على موقع ديفيو واختر بريميوم سبليت في الزاوية اليمنى العليا. في أعلى اليسار سترى رصيد بريميوم سبليت المتاح مع زر باي اوت. انقر على هذا الزر، تفتح نافذة تحتاج فيها إلى اختيار رصيد للسحب. اختر رصيد Available Premium Split وانقر على زر Next Step. في النافذة التي تفتح يجب عليك لصق عنوان محفظتك Premium Split في عمود Wallet Address. يمكنك نسخ هذا العنوان من Smart Wallet أيضا. ألصق العنوان المنسوخ وفي العمود المجاور للعنوان حدد عدد Premium Split للسحب وانقر على زر Transfer تحويل. ستفتح نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتر وادخل الكود الحالي في التطبيق في الحقل المناسب له. إذا نفذت كل الخطوات بشكل صحيح ترى رسالة تفيد بأنه تم إنشاء طلب لسحب التوكنات. ستصل هذه التوكنات قريبا إلى المحفظة التي حددتها. ستجد تاريخ الدفع في قسم Payout History. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار تواصل مع فريق الدعم، سنكون سعداء بمساعدتك.